أخرى في الشبيبة اليوم. الشرطة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور في مراحلها النهائية. الدراجون العرب يستكشفون جمال عمان. الرئيس التنفيذي لمجمع الزهراء الطبي: استثمار القطاع الخاص في الصحة يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. بلقيس الريامية: إبداع وتميز بفن الأورغامي. نازحو الحروب يعانون في سويسرا أيضا. وبرعاية الشبيبة إعلاميا انطلاق بطولة الكويرة في 12 من يناير.